write the exact output of the following codes. عندنا variable count نوع integer في 20 اهو، مؤشر اسمه temp لسه بيشاورش على حاجة، sum 17، بيقول لي اطبع الكاونت اللي هو 20 ومسافة وبعدين 17 اللي هي الصم. بيقول خلي التمب حط فيه عنوان الكاونت، هو ده مؤشر، هنحط فيه عنوان الكاونت يعني هيشاور على الكاونت. وهنخلي محتوى التمب، محتوى المكان اللي بيشاور عليه التمب اللي هو كاونت يعني، هنشيله ونخليه 50. مرة تاني، دلوقتي التمب صار بيشاور على الكاونت، حطيت فيه عنوان الكاونت فبيشاور عليه. خلي محتوى المكان او العنوان المخزن في التمب اللي هو الكاونت يعني، خليه بيساوي 50، محتوى خليه بـ50 خليته 50. وبعدين خلي التمب يشاور على الصم، حط فيه عنوان الصم فهيشاور هنا، يبقى ده راح خلاص. بعدين خلي محتوى المكان او العنوان المخزن في التمب يساوي كاونت، فخلي محتوى المكان اللي بيشاور عليه التمب هو الصم، خليه يساوي الكاونت، وبالتالي هيساوي 50. اطبع الكاونت صار 50 مسافة، اطبع محتوى العنوان المخزن في التمب 50، واطبع الصم 50. الكاونت بـ22 اهو في مكان او مخزن اسمه اكس نوع انتجر، وفي مؤشر اكس بي تي ار اهو مبيشاورش على حد، خليه يشاور على الكاونت اهو. بعدين خلي الاكس يساوي محتوى العنوان المخزن في الاكس بي تي ار، يعني الاكس بي تي ار بيشاور على الكاونت، خلي الاكس تساوي نفس القيمة اللي بيشاور عليها المؤشر. اطبع الكاونت ومسافة واطبع الاكس،